يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. فإذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء الذين أجرهم على الله، فاعف واصفح عمن أساء إليك أو أخطأ بحقك أو قصر معك. ألم يقل الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.